رئيس كان مجتمع مع سيادة رئيس الوزراء وسيادة وزير التموين علشان الموضوع في الشزار. وانا طبعا يعني بيقول لك ما كانش في السياسه، لا انا بصراحه انا ضد يعني انه رئيس اي دوله ينام ويصحى ياخد دوله تانية جنبه. ده حصل مع صدام حسين، مع احترامي ليه الله يرحمه، انا شخصيا كنت بحبه، بس ده كان خطا جسيم. هو اللي جاب لبلده امريكا لغايه ما احتلتها. طبعا العراقيين احيانا بيزعلوا مني ويعني بيشتكوني السيد وزير الخارجيه، لا انا بحب العراق جدا بقدرها، بس اللي احنا العراق اللي فيه ده كله بسبب ان احنا نمنا وصحينا لقينا الكويت بقت المحافظه رقم كذا في العراق. نفس القصه، بوتين نام وصحي قال لك اوكرانيا بتاعتي. هو عندنا طلبه مصريين بره على الكويت، احنا مضرورين برضه، بيطلعوا على الحدود سواء بيطلعوا على رومانيا او بيطلعوا البلاد اللي جنب اعتقد بولندا. تمام. وانا طبعا يعني بحيي الدوله المصريه وسياده الرئيس انه العالقين المصريين في مهتمين طلبه كلهم ان هم سياده سفير في رومانيا اتكلم مع الدوله الرومانيه بحيث ان المصريين يعبروا عشان يقولنا هنا بسلام. فربنا يستر على البلد. احنا شفنا التهديد بالنووي على راي احمد ادم لما كان عامل فيلم وقال لك هضربكم النووي. تمام. فيعني الدنيا مش ناقصه يا عم بوتين، صح انت كشفت بايدن ان هو بق ومش مشطر على مصر ومصر وعملت في مصر، ويعني هو ما عندوش حاجه الا مصر. لكن انا عايز اقول للعالم كله، انا بتكلم سياسه بس سياسيه هنا، عايز اقول للعالم كله هو اللي حصل من روسيا لاوكرانيا واللي حصل من صدام، مش عايز اقول، انا عايز اقول صدام للكويت، مش هو اللي حصل من اسرائيل في فلسطين؟ نفس القصه. انتوا هنا مهيجين الدنيا وما ينفعش ماشي، طب ولادنا الفلسطينيين بقى المحتله دي من اسرائيل وكلهم بيضربوهم ومستوطنات جديده. فضمير العالم يا بايدن ويا بوتين فوقه، ويا ماكرون فوق، ويا جونسون بتاع بريطانيا فوق. ما هو اللي بيحصل هنا وهنا هو اللي بيحصل عندنا في ارضنا في فلسطين. المهم يعني فاحنا كل العالم متاثر بما فيه، ويقول لك طب ايه علاقه الرياضه بالسياسه؟ الفيفا خد قرار ان مفيش ولا بطوله تتلعب في روسيا ولا يترفع علم روسيا. عرفتوا بقى العلاقه؟ عشان بعد يقول لك خليك في الرياضه، ما هو الرياضه اساسها عاملين كده مع بعض. المهم يمكن احنا قلنا بقى المتحدث الرسمي، قلنا المدير التنفيذي، احنا طبعا كنا عاملين اعلان لبعض مدير امن ونواب، الحمد لله كله وافق عليه. بنعمل بقى هيكله يا جماعه في النادي، يعني مكان مثلا المكان ده القوه الاستيعاب بتاعه ياخد 15 ما ينفعش 40 الزياده دول بره، وال 15 ده لو واحد مثلا بياخد 5000 ممكن يديله 6، يعني نقلل العماله ونزود الرواتب. طبعا هم كلهم الحمد لله موافقين. يمكن برضو من الحاجات اللي الحمد لله اتناقشت انه زي ما قلت احنا عندنا اتفاق مع بنك مصر وبنك التجاري الدولي والبنك الاهلي، وده هيدخل ملايين الملايين في خلال الشهر مارس ده ان شاء الله. وهم طبعا متفقين معايا واتفقنا يعني اللاعب اللي عقده انتهى ومش هيجي من 12 ل2 يوم الخميس ان شاء الله، خلاص ده مش معانا اصلا، ومش هننجمه ومش هنلمعه، هنشوف بقى اللي معانا. تمام. وكل احلام الزملكاويه امير مرتضى عامل لسته كده بلعيبه مصريين واجانب على اعلى مستوى. ده نادي الزمالك، ده نادي الزمالك. وفي اغنيه للراهب علامه اللي باعنا خسر دلعنا، اغنيه سهله جدا، انت بعتنا خسرت الطبطبه بتاعتنا وبنديك مستحقاتك في ميعادها واحسن مكافئات. تمام. مع احترامنا طبعا لراهب علامه، بس بفوق البعض اللي عايز يستمر معانا فوق دماغنا، واللي هيبالغ في طلباته مش عايزك. انا اللي اقول زي ما انا لما جيت اجيبك قلت اجيبك بكام، اجدد لك اقول لك هجدد لك بكام. وانت لما جيت تيجي من نادي كذا او كذا او كذا، انت قلت لي اشتريت تاخد كذا ولا انا اللي قلت لك وانت وافقت؟ ايه الجديد؟ الجديد ان انا خليتك
نجم ونجمتك قوي، وجبنا الفيلا والعربية والناس بتصور معانا في كل مكان. انا اللي فدتك، انا اللي خدمتك عشان نادي الزمالك اللي هو اسمه، بص انا كنت رئيس نيابة، رئيس محكمة، مؤلف قانوني، واحد جايز دولة في القانون، عندي موسوعة جنائية، عضو برلمان، محامي ليا اسمي في مصر العالم العربي. الناس بتنسى كل ده وفاكر حاجة واحدة، مرتضى بتاع الزمالك. يعني الزمالك هو اللي بيدينا، يعني شوف كل دي مناصب وحاجات مهمة، الناس مش فاكرة ان مرتضى بتاع الزمالك، واروح في اي مكان واعمل مرتضى بتاع الزمالك. فتقوا ربنا في النادي اللي صنع اسمكم ده، نادي الزمالك. واللي مش عارف قيمته شكرا، مع الف سلامة، مش هنحقر على حد. حضرتك هتيجي مشكورا، اتفضل. انا قلت من 12 ل 2 المجلس كله هيكون موجود. حضرتك ما جيتش، هنقول يا جماعه فلان كان عنده تجديد ما جاش، شكرا ربنا يوفقك، مش هنقول اكتر من كده، ربنا يوفقك في اي مكان تاني. بس لما تندم اوعى تنسى ان جماهير الزمالك دي بالملايين، ودايما قيس قدامك مليارات وحب، تختار الحب ولا تختار المليارات؟ انت لو سالتني انا اقول لك اختار الحب. ليه؟ لان الحب هو اللي بيبقى دايم، لكن المليارات بتخلص. اوعى تنسى ان في ثانيه النمرود دخلت ناموسه، ناموسه قعدت تعمل له كده لغايه ما وقع. قدامك اختيار من هنا اليوم الخميس ان شاء الله، هتختار محبه الجماهير دي بالملايين فوق دماغنا وشروط النادي، مش هتختار ومش هتيجي والله هنعمل لكم حفله تكريم، ما عندي اي مشكله خالص. انتوا في يوم من الايام اسعدتوا الجماهير، لكن الجماهير لما بتقلب شايفين عاملين ايه مع مصطفى فتحي. اخيرا واحنا قاعدين في الاجتماع النهارده لقينا ممدوح عباس رافع قضية عايز يلغي الانتخابات. طب هو انت اصلا عضو في النادي؟ لا. طب هو انت اصلا كنت في الانتخابات؟ لا. سيبك بقى من الصفة والمصلحة، انا هفوق لك بقى. خلصنا، وده بيؤكد انك انت بقى كنت الاب الروحي للقايمة اللي وقعت بتاعت احمد سليمان. انت مالك؟ هو انت كنت نازل انتخابات؟ وانا بتاع هشام ناصر بقى وهاني شكري واحمد سليمان رافعين قضايا. طب ما انا بريحكم، وقلت كده قبل كده، وحق القران الكريم ده مستعد لعيد الانتخابات دي بكره. هاتوا موافقه من الوزير ونعيدها بكره. خلاص؟ عايز تعمل كل اسبوع انتخابات؟ نعمل كل اسبوع انتخابات. انتوا ناس مش طايقاكم، بس عشان مصر كلها تعرف مين اللي بيهد استقرار النادي؟ مين اللي جاي في وقت صعب بنحل مشاكل وقنابل زي قنبله المدير الفني دي؟ قنبله كانت موجوده، كانت موجوده. احنا 10 متوشه ما كسبناش الا ماتش تقريبا. تمام؟ انت جاي دلوقتي عندنا بطولة افريقيا، عندنا الدوري، وعندنا الكاس، وعندنا معارك، وجاي تقول عايز تطعن في انتخابات؟ انت ساقط. ويا دولة مصر يا محترمة، هم دول بقى، هم دول اللي بيهدوا استقرار وطن، لان استقرار الزمالك والاهلي هو استقرار وطن. ومع ذلك بقول حق هذا الكتاب الكريم قرآن ربنا، اهو اهو افتحه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة، الحمد لله، براءة من الله، ده براءة جهنم من الله. كفاية بقى، انتوا ما بتهمدوش يا مصلحة الضرايب، ما تشوفوا الملايين دي اتصرفت ازاي، ما تشوفوا الملايين دي اتصرفت ازاي. اهو بحق القرآن الكريم ده عندي استعداد نعيد الانتخابات، هاتوا ورقة من الوزير بالقعدة ونعيدها بكرة، مش هتسقطوا. حط بس القرآن الكريم عشان حرام هتاخده بالجزم. كفايه زي انا بقى، عايزين نشتغل، عايزين نشتغل. مين احمد سليمان؟ مين هاني شكري؟ مين انت؟ مين هشام ناصر؟ قلتوا العيال دي مشطوبه تنتخب، نزلناها لكم موجودين، اعملوا لنا دخلتوا بلطجتوا. لا مش كده بقى، عايزين نشتغل. بخاطب الدوله المصريه، حاجة من الاثنين، يا يعني نشتغل بقى في أمان بعيد عن قلة الأدب دي، تمام؟ يا إما عايزين نعيد الانتخابات، نعيد الانتخابات، يا إما سلموهم النادي يخرب زي ما كان خربان. فأهلا بالقضايا وأهلا في ملعبي، تمام؟ بس لو خسرت القضايا المرة دي أقسم بالله
ما انا ضاربكم الا بالجزم في المحكمه، انتوا المحامين بتوعكم. تاني انتوا المحامين بتوعكم. هو الواد